ما اعرفش ده كان يعني نوع من الدعاية برضو. هو هي الدعاية دي تودي في داهية، لعن الله الدعاية إذا كانت بغرض. إذا ما كانتش بغرض هتبقى جميلة، المفروض إن الواحد يتكلم عن علم، لكن لو بغرض أنا عايز شيء معين ده خطر جدا. فمن ضمن الدعاية بغرض اللي هو دعامة إعلان كده بالنيون، دعامة بدون جرح، نحن نؤدي دعامة بدون جرح. دي قلبت دماغ الناس الحتة دي، لان اوهمت الناس، الناس بتخاف من كلمه جراحه. يعني ما تقول لواحد اعمل لك جراحه يبدا يكش كده، الدعام بدون جرح اه طب ازاي؟ طب قول لي بقى، انا عايز اعرف الدعام بدون جرح ازاي. خطف في دماغ الناس انها ممكن زي القسطره. بالظبط كده، زي القسطره دخلها من مجرى البول. بالظبط، طبعا ده جنان. الله ينور، دي الحقيقه. لكن انا دايما اقولها كلمتي الشهيره، ان دعامه بدون جرح تساوي ولاده بدون حمل. مفيش حاجه اسمها، حاجه مستحيله. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا هزرع دعامه من غير ما اعمل جرح، مستحيل. وانت ليه كبرت الموضوع في دماغ مريضك؟ قال ان الجرح ده حاجه خطيره، الجرح ده جرح في الجلد حاجه لا تذكر، واي حد ممكن وهو ماشي يتخدش في ايده عادي. هل ده جرح يستحق ان احنا نعمل عليه الافلام والكلام الفاضي ده كله؟ فطبعا ده من اساليب الدعايه المغرضه اللي شتتت المرضى، ويقول لك الكلام اللي بنسمعه، يا دكتور عايز هتعمل لي عمليه الدعامه اللي هي بدون جرح، الحاجه الجديده دي. طبعا ده كلام اعتبروها اعتبروها تقنيه جديده في الطب او ابتكار لصاحبه، ان انا بعمل دعامه بدون جرح. هو الحقيقه هي بالظبط زي ما انا شبهتها، تساوي ولاده بدون حمل، زي الواحده اللي بتولد وهي ما حملتش اساسا، نفس الكلام نفس الكلام. اللي هيسمع الجمله دي طالما هو صدق الاولانيه هيقعد يفكر في الثانيه. بالظبط. ده اوهام، اوهام خزعبلات. ناقشنا الموضوع ده في حلقه مع حضرتك قبل كده بتفصيل اكتر.